نورا هذه صديقتي حصة اللي كانت معي بالروضة، انقلت مدرستنا قبل كم يوم. أهلا، إن شاء الله تعجبك مدرسة الفاشلين وتصيرين فاشلة زينا. آمين حبيبتي، من فشل الفشل إن شاء الله. الحين لو صرنا ناجحات تتوقعون المدرسة تعاقبنا أو تطردنا؟ 100% بيطردوننا عشان ما نخرب سمعتهم اللي بنوها سنين. أو يمكن يخصمون منكم درجة أو درجة ونص. والله إني نكتة أضحك. يا جماعة الحقوني، لك عيسى الحقوني. لازم نحذرك يا حصة من مدرسة اسمها فوزية. لا تخلين أبوك يجي ياخذك من المدرسة، لأن لو شافتك بتتزوجه. أخ بطني عورني، ما كنتاكي أنا. بروح الحمام 5 دقايق. يلا عليك يا مايكي زنجر، بس تستاهل ما عليك. لحظة بتخليني لحالي مع صديقتها؟ لحظة طيب صبري، خلني نروح معك نسولف. سلامات، وش تقولون تسوون؟ سولفوا مع بعض لين أجي. اوف شو اسوي، ما عارفه افتح سوالف مع الناس. الموضوع سهل يا نوره، سولفي عن اي شيء. اي شيء. حسبي الله عليك يا هديل، كان علمتيني قبل تروحين عشان اجهز سوالف. فكر يا مخي فكر، لا تسحب علي ارجوك. يا ربي ايش نسوي، اكيد البنت لاحظت انك متوتره وما عندك سوالف. عما ابغاك تبديني، مو تزيد الموضوع. جدار المدرسه حلو صح؟ وش السالفة؟ مالت علي بس يلا على الأقل جبت سالفة. أوه هذه ملاك، خلينا نديها عشان تسولف معنا. هاي ملاك، تعالي بقولك شيء. فشيلة ما طلعتني، أنا ناقصة. الوضع ما علي يتوتر زيادة، لازم أطلع قدراتي الاجتماعية. نورة تحبين الله؟ إيه شكرا. وش ذا الورطة، ما عندنا سوالف واضح، والوقت موقف ومو براضي يمشي أبد. بنات شفتوا جوالي ولا لا؟ أخيرا رجعتي، اشتقنا لك مرة. أرجع من وش توي، ما رحت الحمام بس جيت تاخذ جوالي نسيته. لحظة، يعني كل هالوقت اللي فات كانت في الطريق للحمام بس؟ خذوا راحتكم سولفوا، شكلي مطولة بالحمام. كم كان عمرك يوم ولدتك أمك؟ سنة ونص. وش تحبين أكثر، أصابع يدك اليمين ولا اليسار؟ أصابع رجلي.